لو لسه ما استخدمتش السماد ده يبقى فاتك نص عمرك. السماد ده بجد هيغير شكل نباتك نهائيا 360 درجة. لازم تجربه عشان تشوفه بنفسك. ده مش سماد وبس، ده كمان مبيد حشري، مبيد حشري طبيعي وسماد طبيعي 100%، وموجود في البيت وموجود عندنا في المطبخ وموجود في كل حتة، بس احنا اللي مش واخدين بالنا منه. بس بجد هتلاحظ الفرق لما تجربه وتستخدمه. عايز تعرف ايه ده؟ كمل معايا الفيديو للاخر عشان اشرح لك كل حاجة عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة حديقة في البلكونة. معاكم احمد. هنتكلم النهاردة عن حلقة جميلة بجد، كلنا بنغفل عن استخدام السماد ده. لو لقيت قشر البرتقال عندك في المطبخ او عندك في البيت حد رميه، ضروري اوعى تفرط فيه. حاجة كده معجزة يعني، بصراحة حاجة كده ايه جاية لك من السماء. ده عبارة عن سماد ومبيد في نفس الوقت، سماد ومبيد يا معلم في نفس الوقت. حابب ان انت تخلي نباتك يبقى صحته زي البومب، لازم تستخدم محلول قشر البرتقال. لو انت نباتك عندك مشكلة، عندك حشرة التربس، عندك المنة، عندك البياض الدقيقي، في مشكلة وفي اصابة عندك في النبات بتاعك، برضو هتستخدم المحلول ده. بص، ري شغال، بالبخاخ شغال، القشر نفسه تقصقصه كده وتقطعه وتحطه في التربة على عمق مثلا 3-4 سنتي تحت التربة، شغال، كله شغال يا معلم. القشر ده يعني حكاية من حكاوي الزمن، يعني ممكن تستخدمه بكافة الطرق وكافة الأشكال. المحلول ده نفسه ممكن تحطه في البخاخ، عايز تخففه بعد ما تصفيه، المحلول نفسه اللي هيتبقى ممكن تخففه بمية وتستخدمه رش، ممكن تخففه بمية وتستخدمه ري. بس طبعا لو في عند حضرتك اصابة قوية جدا او في النبات محتاج سماد شديد شوية، فحضرتك هتحط اللي انت صفيته المحلول نفسه زي ما هو من غير ما تخففه ومن غير ما تحط فيه نسبة مية على وضعك يا معلم. فطبعا برضو ده بالنسبة لو في اصابة قوية او اصابة حشرية قوية على النبات، فعشان يبقى المفعول المحلول اقوى هتسيبه على وضعه، ما تخففوش بمية ولا حاجة، هتحطه زي ما هو. اللي انت هتشيل بس القشر، والمية اللي اتبقت دي هتستخدمها في التربة كتسميد او كبرش على الاوراق او على النبات عشان تقتل الاصابة الحشرية اللي موجودة فيه. وطول ما هو مركز يعني حضرتك مخففتوش بمية، هيبقى مفعوله اقوى سواء كان تسميد او رش لإبادة الاصابة الحشرية. وطبعا طريقة تحضيره سهلة جدا، حضرتك بتوفر قشر البرتقال بكمية كويسة وبكمية معقولة، يدوب تكون مكفية عدد الأسس أو الأوعية أو النباتات اللي عند حضرتك. هتجيب برطمان أو وعاء أو كوباية زي ما حضرتك تحب، وعاء فاضي عموما، وتحط فيه قشر البرتقال زي ما هو على وضعه. وطبعا هتغطسه في مية او تخلي تكب في الوعاء ده شوية مية بحيث ان تخلي القشر غاطس في المية، وتسيبه من 12-24 ساعة في اي حتة مكان دافي وبعيد طبعا عن اشعة الشمس، يعني بتسيبه في مكان كده درجة الحرارة فيه معتدلة وشكرا. بتسيبه من 12-24 ساعة زي ما حضرتك شايف كده قدام حضرتك في الفيديو. بس 24 ساعة صراحة انا سبته مدة طويلة شوية بحيث ان هو يبقى مركز ويبقى اقوى في المفعول، يعني عشان يبقى مفعوله قوي جدا في الاستخدام. بعد ال 24 ساعة يا معلم هتصفيه زي ما حضرتك شايف كده. انت عارف بقى المحلول ده او قشر البرتقال ده فيه كمية عناصر مهمة جدا للنبات قد ايه؟ يعني هقول لحضرتك حاجة، بص عد معايا، في بوتاسيوم وفي فسفور وفي كمية كبيرة جدا جدا من النيتروجين وفي كبريت وفي مغنيسيوم وكالسيوم وفي حاجات تانية كتير انا اصلا يعني محتاجة فيديو لوحدها عشان اشرحها، كمية رهيبة. دي حاجة تمام. الحاجة التانية ان ده يعني
طارد للحشرات، بعيد ان هو مبيد حشري اللي هو احنا قلنا الرشب البخاخ. هو اصلا القشر لو حطيته على سطح التربه كده جففته يعني سبته ينشف، وممكن ضربته في الخلاط عملته زي حبيبات صغيره كده تنثره على سطح التربه او توزعه على سطح التربه، الناموس والحاجات اللي هي زي الدبان ناموس الحاجات دي هتبعد عن القصيص، ده برضو بيزعل الحشرات الطائره. ولو حضرتك خايف او حضرتك خايفه تجربي المحلول ده على النباتات بتاعتك، يعني ايه قشر البرتقال ده اللي استخدمه على الزرع، لا حضرتك ممكن تجربه على قصيص واحد زي ما انا اتكلمت في اول الفيديو وعملت تنويه ان حضرتك ممكن تستخدمه على قصيص واحد، ولو حصل اي حاجه يبقى حضرتك لحقت نفسك وجربته على قصيص واحد بس. طبعا بما ان احنا داخلين على فصل الصيف او فصل الربيع فدرجه الحراره هتبتدي ترتفع، تحذير ونصيحة، اوعى تروي النبات او ترشه بالبخاخ في اشعة شمس مباشرة وقوية عشان نباتك ما يتحرقش، عشان نباتك ما يتحرقش وعشان الجذور ما تموتش. حضرتك هتروي يا اما الصبح بدري جدا يا اما وقت الغروب بس، يعني وقت شروق الشمس ووقت غروب الشمس، الفترة اللي في النص دي ابعد عنها تماما، ولا تسقي ولا تروي ولا تعمل اي حاجة اساسا، خلاص عشان تحافظ على نباتك وعلى الجذور وعلى النبات من أشعة الشمس وتفاعل المية أو السماد أو المبيد اللي حضرتك هتستخدمه مع الأوراق ومع درجة الحرارة المرتفعة، هتبهدلك الدنيا وتبوظلك الدنيا وترجع تقول إيه الراجل ده يا جدعان ما عندوش فكرة عن الكنافة. لا أنا بقول لحضرتك تستخدم إمتى وإزاي وفين، وياريت ما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك أو تشترك في القناة أو تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل الفيديوهات أول بأول بإذن الله، وصندوق الوصف فيه كل الفيديوهات اللي قبل كده اللي ممكن تكون فاتت حضرتك وما شفتهاش، ياريت حضرتك تنزل تاخد فكرة وتتفرج وتشوف إيه اللي هيلزمك منهم، عشان أكيد أكيد حاجات في الفيديوهات دي هتفيدك وهتكون كنت بتدور عليها قبل كده وما كنتش لقيت الحل وطريقة العلاج. كده انا خلصت الفيديو وكده انا خلصت الحلقة، هستناكم الفيديو الجاي، متنساش تسيب لي كومنت باللي تحبوا تشوفوا المرة الجاية.